أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بحجم المشاركة التي شهدها سباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا و100 متر الذي انطلق تحت رعاية سموه صباح اليوم الجمعة بتنظيم من لجنة عداء البحرين التابعة للاتحاد البحريني لألعاب القوى، مشيرا سموه أن تنظيم الماراثونات في مملكة البحرين قد أسهم في تعزيز رياضة الجري وارتفاع مستوى الوعي بها لتبقى واحدة من الرياضات التي تشهد مشاركة كبيرة ضمن الجهود التي تعزز مفهوم الرياضة للجميع، مؤكدا سموه على ما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوها سموه بالجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى لتطوير ألعاب القوى والنهوض بمشاركات الشباب في المحافل المحلية والدولية. وكان السباق قد انطلق من مجمع سيف إلى الخليج التجاري والعودة مرة أخرى إلى المجمع بمشاركة نحو 400 متسابق. وفي نهاية السباق قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى مهنئا لهم هذا الفوز، معربا عن اعتزازه بالجهود المبذولة التي بذلتها لجنة عداء البحرين برئاسة الشيخ بدر بن راشد الخليفة في تنظيم السباقات الرياضية عالية المستوى وبالنهوض برياضة ألعاب القوى ونشر مفهوم الرياضة للجميع وبمستوى التنظيم العالي لهذا السباق وما شهده من منافسة قوية بين المشاركين الذين أثبتوا جدارتهم، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح لخدمة رياضة ألعاب القوى.